زاوية حسن الرومي. الشيخ حسن بن إلياس الرومي التركي العجمي أحد مشايخ ودراويش الطريقة المولوية، والذي ترك إسطنبول بعد عام 906 هجري 1501 ميلادي، وجاء إلى مصر في أواخر عهد دولة المماليك الجراكسة. وفي عهد السلطان الغوري حدثت بينهم عداوة كبيرة وقطيعة، سببها حقد أمراء السلطان الغوري على الشيخ حسن الرومي. وإحنا بنزور النهاردة زاوية الشيخ حسن الرومي الموجودة بشارع سكة المحجر المتفرع من ميدان صلاح الدين، واللي كان بيسمى بميدان الرمالة قديما، وبالقرب من دار المحفوظات العتيقة بحي الخليفة، وهي تحمل رقم 258 مسجلها بوزارة الآثار. وسميت هذه الزاوية أيضا بزاوية شيخ العمود، وهنعرف في آخر الحلقة ليه تم تسميتها بهذا الاسم. وكان موجود على مدخل الباب أحد الأعمدة الكبيرة المعلقة في سلسلة حديدية ضخمة، إلا أن هو اتسرق في آخر ترميم أثري للزاوية عام 1983. والقصة اللي حصلت ما بين السلطان الغوري والشيخ حسن الرومي إن الأمراء المقربين من السلطان استغلوا توتر العلاقة بين السلطنة المملوكية والعثمانية آنذاك. وبعد لما زاع صيت الشيخ حسن الرومي وكسر أتباعه ومريديه والتف الناس حواليه، حقد الأمراء على الشيخ حسن الرومي ووشوا به عند السلطان الغوري بحجة إن هو بيتعصب للأتراك والعثمانيين وبيتمنى زوال ملك السلطان الغوري. وأول لما السلطان الغوري سمع لكلام الأمراء ذهب بنفسه للجامع الأزهر ومعاه الجند والأتباع، وأمر الجنود بإخراج الشيخ حسن الرومي وتمزيق ملابسه أمام العامة وجلده بعد تعريته أمام الناس، وتم تمزيق جلده ولحمه من الضرب بالسياط، وتركوه في إعياء شديد يصارع الموت. فدعا الشيخ حسن الرومي على السلطان الغوري قائلا: اللهم مزق ملكه وجسده كما مزق جسدي بالسياط، ولا تحرمه أن يداس بحوافر الخيل. وفي عام 922 هجري 1516 ميلادي، أي بعد مرور 4 سنوات من دعاء الشيخ حسن الرومي على السلطان الغوري، هزم السلطان الغوري في المعركة الشهيرة مرج دابق، وقتل الغوري ولم يعصر له على جثة. لكن المصريين ما تركوش الشيخ حسن الرومي بعد وقعة اعتداء جنود السلطان الغوري عليه، لكنهم أكرموه واعتنوا بيه وطيبوا جراحه، إلا إنه امتنع عن مخاطبة الناس واعتكف بالجامع الأزهر ملازما أحد الأعمدة حتى لقبوه بشيخ العمود. وسبب تسميته بهذا الاسم لأنه لازم أحد أعمدة الأزهر 7 سنين، منهم 4 سنوات حتى زوال دولة السلطان الغوري، و3 سنوات في عمر دولة خاير بك الشهير بخايم بك. والعمود ده كان متعلق في سلسلة ضخمة عند مدخل زاوية حسن الرومي، إلا أنه اتسرق في آخر ترميم أثري تم للزاوية عام 1983 ميلادي. وحاول خير بك بعد توليه الحكم في آخر عام من حكمه أن هو يستميل الشيخ حسن الرومي، فأمر ببناء زاوية للشيخ خلف قلعة صلاح الدين الأيوبي، ونهى خير بك المقربين منه من التعرض للشيخ حسن الرومي لأنه كان خايف أن يدعو عليه بزوال الملك والموت كما دعا على السلطان الغوري من قبله.
واستكمل بناء هذه الزاوية في عهد السلطان سليمان القانوني بعد موت خاير بك. وظلت زاوية الشيخ حسن الرومي مقراً لدراويش الطريقة المولوية حتى أواخر الاحتلال البريطاني على مصر، ولم يبقى من النص التأسيس إلى هذه الزاوية إلا جزء بأمر السلطان سليمان خان ابن سليم الأول في 929 هجري 1522 ميلادي تأسيس زاوية الشيخ حسن الرومي. وبكده نكون عرفنا القصة اللي حصلت ما بين السلطان الغوري والشيخ حسن الرومي، وإزاي تم بناء زاوية الشيخ حسن الرومي. وإلى اللقاء مع مكان جديد في سلسلة أماكن وحكايات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.